هذا ينقال له شاطئ ابو طلحة داخلين، هو واد، واد الداخلة، هاي الطريق الوادية لدخلة مدينة الداخلة. شاطئ جميل. لا إله إلا الله. هاي البليدة ينقالها تورطة، تورطة اللي قد سمعتوا بيها، وكليزاسير ديال مطيش وكذا. وهون كاين فيهم النعام وفيهم هون لي كافي ديال اللي كاين باعوا فيهم الماكلة ديال لي ريستو، هون لي ريستو اللي فيهم لي زويتر وسمك حوت كامل بصفة عامة، غير معروفين باللي زويتر. ها هو الشواطئ اللي ريستو اللي ظهر البحر. هاي معروفة مدينة الداخلة فيها، هاي الاسم ديال اوروبا. هاد البلاصة ديال لي زويتر، شتو منا كيركبو كيديرو هادشي ديال لي زويتر هاهم. اوكي، وهادي قهوة ديال لي زويتر، قهوة ديال لي زويتر. وهاد الدراري هما اللي كينقو هادشي ديال لي زويتر، كيطفو القهوة. اوكي، قهوة عامرة تبارك الله، جو زين، جو ساكن، جو ساكن. حنا دراك عايدين في الواد، وداك الزر اللي لهيه كتشوف هاك الضفة الثانية، هي كاين فيهم الطريق الوطني اللي ماشي للداخل، لا ماشي لموريتانيا. بطل هذا اللي ترعوا فيه، ذا هو وادي الذهب اللي يقولوا هما خليج الداخلة. وذا كان عاد في واحد النقطة اللي متميزة، اللي النقطة بين خليج وادي الذهب واش والمحيط الأطلنطي. هي هون البحر، هذا البحر، وهذا الواد. رجع شرته بالنش عاد واش عاد رشرش عاد واش عاد رشرش عاد عليه وقطع لحمه تبلش عاد تفواش من لحمه. الأحباب الخضرة وسراب وعاد وباط الأحباب وراش الفراش وكل يتم الحساب وتحاشش وما يحب. الأحباب اللي ما عنداش باش بعاد بالي يقرب أخرش وطنان فيها الحساب راه ما عادش كون اول مغني المغربي اللي مغني اغنيه ليلي قوي.
طريق هنا ميبان طابل. ديتي البشير Thank you.